الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، ربنا زدنا كرما وزدنا تقما وزدنا شكرا لك لأنعمك يا منعم يا وهاب يا منان يا حنان. ارحمنا بما جرت من مقادير وكلنا فيها يا رب العالمين، آمين والسلام. أما بعد، أقول لكم أن كثير من الناس الذين يجتهدون أمام الناس حتى يقال عنهم أنهم من المؤمنين، لكن نسوا أن تسكن في أعماقهم قلة حياة من الله سبحانه وتعالى، فهم أشر حال من العبيد. وأعلم أن هؤلاء قد يتعرضون إلى الإذاء من طرف من يعلم حالهم، لعلهم يرجعون يا ربي من كل أدب وجد، لأنه ما فيش سرير ما فيش قبول. إذا كان ماكش صادق مع ربي ما يقبلش. الله لا يحب النفاق ولا يحب السطحيات. الله يريد منك أن تكون ربانيا 100%، وأن لا تبغي في الأرض حتى مع نفسك. اجعلها صادقة واجعلها نظيفة واجعلها متأدبة مع الله حق الأدب. إذا كان حبيت غير ذلك فأنت من الذين حرموا من العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين لا يعلمون. وقت يحق عليكم القول، وقيل فيكم كثير مثل ما ستريده من أبيات شعرية، منها للحكم بن عبد الله: العبد لا يقسم العلاء ولا يعطيك شيئا إلا إذا رهب أو رهب. مثل الحمار الموقع الظهر لا يحسن مشيا إلا إذا ظلم، عياذ بالله. يعني ما أشأن هذا هؤلاء الناس، يعني بعوض يكون صادق مع الله حتى تكتب له العزة ويحصل القبول من لدن الله سبحانه وتعالى، يعمل العكس ويتبع الإسلام. ماذا بقيت عن الإسلام؟ أين أنت والإسلام؟ الإسلام هو استسلام لله، والمستسلم لله لا يكون إلا في عزة ظاهرا وباطنا، كما يقول المتنبي قال قولة كبيرة: لا تقتل العبد إلا والعصا معه والعبيد لا أنجس من الدين. يقول كذلك: اجعل عبيدك ولعبيدك أوتادا تشجها. عبيد ولا عبيد، يعني ناس دون المستوى. وكل ناس من يدعون الإسلام ضد هذا النوع: لا يثبت البيت حتى يقرع الوتد. يعني إذا كنت ما تركش نفسك والتزمت بالأدب مع الله حتى تركح نفسك في مسار الحب وربك، ماذا تنتظر؟ إلا المهانة والعياذ بالله والخسران وعذاب الدنيا والآخرة، وفي الموت بينهما عذاب البرزخ والعياذ بالله. والسلام علينا ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.